والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. بقى من أخبار المال والأعمال بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق، وأرجع مركز معلومات مجلس الوزراء هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع متحصلات النقل وأهمها متحصلات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي الذي بلغ نحو 4 مليارات و400 مليون دولار. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المناطق الصناعية وفد أعمال نيجيريا برئاسة وزيرة الدولة للتجارة والصناعة النيجيرية للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية. استهل الوفد الزيارة بالاستماع إلى عرض تفصيلي عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحا عن استراتيجية الهيئة والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها. ومن جانبها لفتت الوزيرة النيجيرية إلى وجود مناطق حرة مشابهة في نيجيريا وتطمح إلى الاستفادة من تجربة النجاح المصرية في المنطقة الاقتصادية، كما أثنت الوزيرة على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة. أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر علي أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار بما تحوزه من أكبر الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن تعدد أنشطتها، بالإضافة إلى أن السويس رائدة في العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والبورسلين وعدد من الأنشطة الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة السويس بحضور لفيف من المستثمرين المصريين والأجانب وممثلي الجهات المعنية والنقابات. وعرض محافظ السويس خلال المؤتمر عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة والتي تتمثل في إنشاء أسواق حضرية وقرى سياحية ومناطق ترفيهية داخل مدينة السويس. كان عندنا غرض أساسي من هذا المؤتمر، مش هو ان احنا نطلع في الإعلام ونقول ان احنا عملنا مؤتمر اقتصادي، بالعكس احنا كان عندنا هدف أساسي في هذا المؤتمر ان السادة المستثمرين الموجودين على أرض الواقع واشتغلوا وموجود ليهم عمل على أرض السويس، وفي سواء في المناطق الاقتصادية او في المناطق العادية والمناطق الحرة، انها تقول لنا المعوقات اللي بتقابلهم ايه واساليب التغلب عليها من وجهة نظرهم. ده كان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر. السويس بتشتمل على قطاع متنوع من الأنشطة الاقتصادية، منها ما ليه علاقة بالبترول، بالتعدين، بالصناعات البتروكيماويات، بصناعات الكابلات الكهربائية. كل رجال الأعمال النهاردة كانوا ممثلين عن ذلك. أيضا كان هناك تمثيل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهاز تنمية شمال خليج السويس، المنطقة الحرة. النهاردة في مناقشة كبيرة في المؤتمر الاقتصادي لكل الندوات وكل التحديات اللي بتتم في الصناعة في السويس وفرص الاستثمار للمستثمرين والجهات التنفيذية اللي هتتم إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من 1 مليار جنيه، ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687 مليارا و500 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9800 نقطة ليصعد بنسبة 54% ويغلق عند مستوى 9853 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2121 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3041 نقطة ليصعد بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و 62 قرشا للشراء و 19 جنيه و 73 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و 11 قرشا للشراء و 19 جنيه و 22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و 9 قروش للشراء و 22 جنيه و 22 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. أنهت معظم أسواق الخليج المعاملات على انخفاض، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.4%، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه العام وصعد 0.7%. تراجع المؤشر القطري 1% عند الإغلاق مع انخفاض معظم الأسهم. وفي البحرين انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، كما في سلطنة عمان تراجع المؤشر 1%، وأيضا في الكويت هبط المؤشر بنسبة 3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام لاستكمال ما تبقى من شكرا لك فاطمة.